Exercice numéro 1. Essayez de donner la forme du pluriel du nom masculin suivant. Aglid. Aglid. Le roi. Easy. Easy. La mouche. Enfif. Enfif. L'entonnoir. Ouzm. Ouzm. Le visage. Iger. Iger. Le champ. Ril. Ril. Le bras. Amger. Amger. La fossile. Ifis. Ifis. La hyène. Aglim. Aglim. La peau. Agenouille. Agenouille. Le couteau. Afous. Afous. La main. Amrar. Amrar. Le vieux. Agougil. Agougil. L'orphelin. Irzar. Irzar. La rivière. Mchiche. Mchiche. Le chat. تمرين رقم واحد. حاول أن تعطي صيغة الجمع للأسماء المذكرة التالية. أجليد. الملك. إيزي. الذبابة. أنفيف. القمع. أوذم. الوجه. إيجر. الحقل. غيل. الذراع. أمجر. المنجل. إفيس. الضبع. أجليم. الجلد. أجنوي. السكين. أفوس. اليد. أمغار. العجوز. أجوجيل. اليتيم. إغزر. النهر. أمشيش. القط. La réponse, l'ijaba, aglid, igliden, easy, izan, enfif, infifen, oudhm, oudhman, iger, igran. أغيل. إغالن. أمجر. إمجرن. إفيس. إفيسان. أجليم. إجليمن. أجنوي. إجنوين. أفوس. إفاسن. أمغار. إمغار. أجوجيل. إجوجيل. إغزر. إغزران. أمشيش. إمشيشن. Exercice numéro 2. Essayez de donner la forme de pluriel pour les noms féminins suivants. Hefouks. Hefouks. Le soleil. Heflux. Heflux. Le barque. Hegerst. Hegerst. L'hiver. Hellest. Hellest. L'obscurité. Hesref.
هسرف لا فوس هنغف هنغف لبي هكزنت هكزنت لا ديسوز هكرومت هكرومت لونيك هغارضمت هغارضمت لو سكوربيون هي ميث هي ميث لو فرون هذموث هذموث لا غازيل. تمرين رقم 2، حاول أن تعطي صيغة الجمع للأسماء المؤنثة التالية: هافوكث الشمس، هافلوكث السفينة، هاجرست الشتاء، هلست الظلام، هاسرفث الحفرة، هانغفث الذرع، هكزانت العرافة، هكرومت الرقبة، هغارضمت العقرب، هيميث الجبهة، هذموث الغزالة. La réponse. الإجابة: هفلوك هفلوكين، هسرفث هسرفين، هنغفث هنغفين، هكزانت هكزانين، هكرومت هكرومين، هغارضمت هي غورضام، هي ميث هيما، هذموث هيذما. Le reste n'ont pas la forme du pluriel. الباقي ليس لهم صيغة الجمع.